جميل. ربنا بيقول في الإنجيل: في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. القديس يوحنا في الرسالة بتاعته يقول: ما هي غلبة العالم؟ إزاي نغلب العالم؟ إلا إيماننا. غلبة العالم إن الإنسان يكون عنده إيمان. وهنا الإيمان مش مقصود بيه إن الواحد يسمع قانون الإيمان، مش ده اللي مقصود بيه. عشان نغلب العالم يكون عندنا إيمان، هنستحمل الضيق. اللي عايز يعيش عيشة مرتاحة في العالم ومصر على الراحة كهدف، يعني يخرج من الإيمان، يطلع خالص من الإيمان. لأن الوعد بتاع ربنا كده، إن قال لك في العالم سيكون لكم ضيق، مش ممكن ربنا هيطلع كذاب. اللي عايز يعيش عيشة مرتاحة، بيقولوا الإيمان ده مفتاح، يبقى بالتأكيد طلع منين؟ من الإيمان. لابد يكون في حاجة للإنسان المسيحي، زي ما بنقرا في سير القديسين، في حاجة في الإنسان المسيحي شايلها صليب ليه مش مريحه، مفيش راحة. لأنه قال كده: في العالم سيكون لكم ضيق، لكن يكون لكم فيا سلام. الإنسان المسيحي سلامه في المسيح، مش في حد تاني، لا في فلوس ولا في شغلة ولا في شهادة ولا في بيت ولا في أي حاجة من الحاجات اللي الناس بتدور عليها عشان ترتاح. القديسين اللي احنا بنحط نفسنا قدامهم كل يوم في السنكسار بيقولوا لنا كلام، بيقولوا لنا كده، بيقولوا لنا إن في العالم تجارب الإنسان المسيحي اللي عنده إيمان. النهارده احنا ذكرنا قديسين، أو قرينا قصة قديسين شهداء أصفة، الاثنين أصفة، والاثنين كانوا في القرن الثالث في أيام دقلديانوس قبل مجيء قسطنطين، وقبل ما المسيحية تبقى ديانة رسمية للدولة بخمسين سنة، دي حاجة قريبة أوي. والاثنين كانوا اتحطوا قدام الوالي، والوالي سألهم الأسئلة المعتادة عن الإيمان المسيحي. كانت مشكلتهم الرومان مش إن الناس بتؤمن بالمسيح، مش دي مشكلة الرومان. الرومان ما كانش يزعل إن الإنسان يؤمن بالمسيح، ما تزعلوش أوي. مشكلة الرومان إن يؤمن بالمسيح فقط، هي حتة سياسية، لأن الإنسان اللي ما بيؤمنش بقيصر إنه إله يعمل لهم مشاكل. قيصر هيثبت حكمه في الإمبراطورية على أساس إن هو إله يعبد، فلو المسيحي مش هيعبد قيصر يبقى فيه إيه؟ معرض، في مشكلة كبيرة جدا، معرض إن هو يخون قيصر. فبالتالي الوضع السياسي ما كانش مناسب للمسيحيين. فكر في القصة بتاعت بيرفيتوا، الحاكم هناك بأمر من الإمبراطور الروماني في سنة 100 وحاجة قبض على مجموعة من المسيحيين بيصلوا قداس زي ما احنا بنصلي كده في بيت. فالراجل قال له: أنت بتعمل كده ليه؟ راجل كبير في البلد ومشهور وغني، بتعمل كده؟ أنت مش عارف إن الإمبراطور قال إن مفيش قداديس تتعمل، مفيش خدمة تتعمل للمسيحيين في أي حتة؟ قال له رد جامد جدا، قال له إيه؟ قال له: لابد إن المسيح يعمل قداس، لابد، لأن القداس بيعمل المسيح. يعني المسيح يصلي قداس، والقداس يعمل مين؟ يعمل مسيحيين. فما نقدرش نعملش قداس، أنا كيف إن احنا نبقى مسيحيين؟ مش هينفع. في كل العصور، مش بس في أيام الاضطهادات، في كل العصور في اضطهاد من أنواع شكل وأشكال وأنواع وأشكال للإنسان المسيحي. واللي ما عندوش اضطهاد بسبب الديانة بتاعته، الاضطهاد بتاعه بسبب التقوى، الإنسان التقي. لأن الذين يريدون أن يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع إيه؟ يضطهدون. الإنسان اللي عايز يعيش بالتقوى يضطهد. يضطهد من مين يا ترى؟ عارف يضطهد من مين؟ من أهل بيته. الإنسان اللي عايز يعيش لربنا هيضطهد أول حاجة من مين؟ من أهل بيته. هما اللي هيضطهدوه، هما اللي هيطلعوا عليه. لو قلت مثلا المصارعة بتاعت الأب ككاهن في البيت، إن هو يقول تعالوا نصلي، المتوقع إيه؟ لا مش نصلي، ما ناش نذاكر. الأم تيجي تقول تعالى تعالوا نقرأ كتاب مقدس، مش قادرين. فهي بتعافر أو هو بيعافر عشان خاطر يبقى في البيت فيه كلمة ربنا، يبقى فيه صلاة. يلاقي من الناحية التانية فيه إيه؟ تقل إن ما كانش مقاومة، تقل إن ما كانش مقاومة.
الشهداء علمونا ان احنا ما نستسلمش وما نسلمش المقاومة حتى لو الموضوع فيه تعب يومي وعرق، لان هو ده الطريقة اللي احنا بنعيش فيها. لما ربنا يقول في العالم سيكون لكم ضيق، هي دي. عايز نروح السماء وعايز نروح مع اولادنا السماء، يبقى لازم يبقى فيه حاجة ربنا في البيت كل يوم. من الحاجات المهمة للإيمان بتاعنا عشان الإيمان بتاعنا يبقى كويس، ما تقيسش أعمالك وأفكارك على مقياس الأب والأم والجد والخالة والعم والصاحب. دي مقاييس غلط خالص، دي مقاييس العالم. هنقيس على إيه؟ مقياس المسيح والقديسين. يا ترى القديسين فكروا إزاي؟ لما بنقرأ سير القديسين بيدينا القراية بتاعتها أقرب حاجة للمعيشة معاها. عند طول ايام قدام الانترنت قدام التلفزيون تفرج على ايه؟ تفرج على العالم، تسمع الاخبار يجيلك ايه؟ قلق، مفيش سلام. تسمع التمثيليات يجيلك ايه؟ شهوة وطموحات تبتدي تطلع. انا جت فترة من الفترات التمثيليات التركي في الكنيسة عملت مشاكل، كل الستات بيشتكوا من اجواسهم. ليه؟ بيقارنوا اجواسهم بالايه؟ بالتركي، بالممثلين. او واحد الممثل ما يكونش كده عايش كده، مش الممثل خالص، هي قصه كده، المخرج او المؤلف هو اللي عايز كده. فبيجوا زعلانين جدا من اجواسهم، انهم ما بيقولوش الكلام الحلو اللي بيتقال في التمثيليات، لان ابتدت الحياه تتطبع او تتحط على نموذج. النموذج ايه؟ مش راكب. طب امال ايه النموذج اللي راكب حياتنا عليه؟ القديسين. من اسبوعين احتفلنا بالانبا موسى الاسود، وشفنا ازاي الانبا موسى كان انسان قاسي جدا. وانا يعني بفكرها كده ان الانبا موسى كان راجل ايه؟ اسود في مجتمع مصر. المصريين بيعملوا ايه في الناس السود؟ بيعملوهم ازاي؟ بيفكروا فيهم ازاي؟ صعب، احنا صعبين جدا، اسوأ من البلد هنا، اسوأ. لما نيجي نتكلم على الناس البيض عندهم مشاكل مع السود، احنا اسوأ بكتير. فهو من المعاملة السيئة، لانه كان عبد، كان بيعامل معامله سيئه. تشوفها في اخر القصه لما جه يرسموه والرئيس قال له ايه؟ ايه اللي جابك هنا يا اسود؟ يا اسود اللون. يعني معناها ان القصه دي ايه؟ كانت من ساعه ما هو موجود في مصر. فالراجل ده اتربى عنف وربى غضب شديد وجواه مفيش فيه الحته اللطيفه. فابتدى يبقى ايه؟ عايش بدراعه. قال لهم طيب انا اسود، ماشي انا هوريكوا. راجل كان طويل وعريض وجدا، فلانه كان ماشي بالسيستم بتاع العالم اللي هو مصر، يعني المصريين. فلما راح للرهبان وقالوا له روح للرهبان يعرفوك سكه ربنا، الرهبان نصحيه. ادوه لمين؟ للانبا اسيزيروس. لما تقرا قصه الانبا اسيزيروس، بس عشان نبقى نفكر فيها شويه، يقول لك اسيزيروس على اخر ايامه، لا القصه بتاعته موجوده في نفس اليوم بتاع شهاده الانبا موسى الاسود. تقول له القصه بتاعت الانبا اسيزيروس، يقول لك ايه؟ قالوا له انت بقيت قديس ازاي؟ قال لهم حاجه واحده انا عملتها طول حياتي، هي دي الحاجه الوحيده اللي عملتها واثرت عليها، ما خليتش الغضب يعدي زوري. يعني ايه الغضب ما يعديش زوره؟ واحد لما يغضب بيعمل ايه؟ بيزعق، بيشتم، بيجرح، مش شرط يضرب بايده. فكون ان هو ما خلاش الغضب يعني بيمارس ايه او بيتدرب على ايه؟ على ضبط نفسه، على السلام، وعلى الوداعة، الحاجات دي. فمين أنسب واحد يعلم أنبا موسى الأسود الشرس؟ لازم يكون شخص إيه؟ وديع مسالم. فقعدة الأنبا موسى مع الأنبا سيزيروس، يقال إنه كان بيروح له، مين يستحمل كده؟ يروح له مرة مرات، راح له 11 مرة بالليل من غروب الشمس لغاية شروقها، 11 مرة يروح يفوت عليه يقول له أنا عندي أفكار دي، عندي أفكار دي، يرجعه تاني ويهديه. فبعد فتره طويله الانبا موسى اتعلم يبقى ايه؟ وديع، وتعلم يضبط نفسه، لان ما ياكلش الكميات الرهيبه كان بياكلها، وما يأذيش الناس. قعدته مع قديس خليته ايه؟ قديس. عشان كده الكتاب المقدس يقول لك ان الصداقات الشريره تفسد حتى الاخلاق الجيده. يعني معناها قعدتنا مع الحاجات اللي الناس اللي ما لهمش لازمه هتغيرنا وتبقى زيهم. هو حد يفتكر انه لما يتفرج على فيلم ولا مسلسل ولا تمثيليه واحنا قاعدين في ايام الكوفيد ده، ما عندناش حاجه ان احنا نتفرج على الانترنت، هو حد يفكر لما يقعد قدام الحاجات دي مش هيتغير؟ انا عايز بس النهارده انبهكم، احنا بنتغير والايمان بتاعنا بيقل،
قعدتنا مع القديسين تزود الإيمان، قعدتنا مع العالم تعمل إيه؟ تقلل الإيمان، تقلل الإنسان إيمان يضعف، وما بقاش لاقي سبب يجهد عشانه، لما يلاقي مشاكل يضطر يعمل إيه؟ ينخ ويتصرف زي العالم، ما يقدرش يتصرف زي القديسين. شفنا ربنا يسوع المسيح لما كان يتضرب كان يقول إيه؟ اغفر لهم لأنهم لا يعلمون، لما يسمروه على الصليب يطلب من أجل الناس. اهتم بكل واحد حتى هو في السكه للصليب، اهتم بالستات اللي كانوا واقفين بيعيطوا عليه، قال لهم ابقوا على نفسكم لان تيجي ايام هتبقى صعب عليكم. اهتم باللص اليمين، اهتم بالعذراء، اهتم بيوحنا. فكل القعده مع الناس الاشرار تخلينا نبقى زيهم، القعده مع الناس القديسين تخلينا ايه؟ نبقى زيهم. عايزين الايمان اللي ربنا بيقول عليه النهارده، ثقوا انا قد غلبت العالم، والقديس يوحنا يقول ان ماذا ما هي غلبه العالم الا ايماننا. الايمان بتاعنا يغلب العالم. ايه الايمان؟ ان لا، في حياه تانية، في ناس تانية، في سكه تانية، في طريقه تانية للتفكير، مش هي دي. فما تخلوش قعدتنا في البيت فرصه لان العالم ياخد اكتر واكتر منا. انا اعتقد ده رؤيتي انا، ان السبب اللي احنا فيه النهارده هو ان ولاد الله اصبحوا زي مين؟ زي ولاد العالم. لا، هقول لكم حاجه بسيطه بس، ليه انا بقول كده؟ في بدايه الطوفان اللي هي العقوبه الصعبه جدا، إصحاح 6 في التكوين يقول لك: ولما بدأ الناس تكثر على الأرض وابتدأ يكون لهم بنات، رأى أولاد الله أن بنات الناس حسنات فاختاروا لأنفسهم من كل ما شاءوا. يعني ابتدى واحد يتجوز واحدة واثنين وثلاثة، عينيهم راحت للعالم، ولما تخلط الجنس ده بالجنس ده إيه اللي حصل؟ الأفكار بتاعت ولاد ربنا بقى شكلها إيه؟ شريرة. كلهم بقى أفكارهم شريرة، بقى زيهم زي مين؟ هي دي البداية. بداية ان احنا نبتدي نتخلط بالعالم ونبقى زيه، ونشاكل العالم، نبقى زيه بالظبط، ما يبقالناش طعم. يبقى الملح اللي ربنا حطه في وسط الارض بقى ايه؟ من غير طعم. طب ايه حله؟ الارض ما تنفعش. فناخد بالنا ان احنا لينا دور في العالم، وربنا حطتنا في العالم عشان نبقى لينا معنى ولينا طعم. يدينا ربنا ان احنا نبقى دايما مليانين بالايمان، ونختار الصحبه بتاعتنا، ما نختارش الصحبه اللي تبوظنا وتضيعنا. احنا عايزين نتسلى صح، لكن ما ينفعش نتسلى بحاجة تأذينا وتأذينا. لإلهنا الملك الآب والابن والروح القدس.